تستمر الحكومة في وضع وتطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ضمن برنامج عمل الحكومة تعمل بالدرجة الأولى على تعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية منظمة ومتكاملة وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين. خطت وزارة الصحة خطوات واضحة في مجال الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وذلك في عدة مجالات، واضعة عددا من الخطط الاستراتيجية لتنفيذ ما يخصها في برنامج عمل الحكومة، حيث عملت في الفترة الأخيرة على تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية وتنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية والتوسع في تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض. ومن جهة أخرى أولت الوزارة اهتماما كبيرا في تحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية بإنشاء 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى بناء عدد من المراكز الصحية العامة الجديدة وزيادة ساعات العمل في بعض المراكز الصحية. استراتيجية وزارة الصحة وهي تكملة وهي تنفيذ مباشر لبرنامج عمل الحكومة. ولو ركزنا على الأهداف الرئيسية في هذه الاستراتيجية، في أهداف لها علاقة بتوفير الخدمات ولها علاقة بسهولة الوصول إلى هذه الخدمات، وكذلك أهداف معنية بالجودة في الخدمات المقدمة في وزارة الصحة. من الخدمات احنا اللي نقدمها في وزارة الصحة، إذا احنا خلينا جناحين الرئيسيين بالنسبة حق وزارة الصحة، الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية، إضافة إلى خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة. فالرعاية الصحية الأولية احنا يعني هذه الخدمات اللي نفخر فيه دائما، ووضعت البحرين كأنها يعني موديل، كأنها مثال يقتدى به ويحتذى فيه بالنسبة لتقديم الخدمات. بالنسبة للسنتين الماضيتين وتوفير الخدمات كهدف رئيسي وزارة الصحة، تم زيادة عدد المراكز الصحية في البحرين 2 في خلال السنتين اللي راحوا، اللي هو مركز حالة أبو ماهر والمركز الثاني اللي هو مركز الشيخ جابر في منطقة بابار. وصلنا إلى عدد 28 مركز في البحرين، 28 مركز صحي في البحرين، وهذه فعلا تغطية جغرافية ممتازة بالنسبة للمنطقة وتضمن سهولة الوصول من دون أي تفرقة بالنسبة للمناطق الموجودة في البحرين. مركز أمراض الدم الذي يعمل على مدار الساعة يعد مثالا حيا على جهود الوزارة الحثيثة، فقد تم تجهيزه بكافة التقنيات المتقدمة والأجهزة الحديثة التي من شأنها أن تساهم في تخفيف آلام المرضى وتمكينهم من العيش بكل أريحية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الرعاية المتكاملة لمرضى فقر الدم المنجلي السكلر، بداية بفحص المواليد وتوفير خدمات للفحص الدوري، إلى جانب وضع الخطط التدريبية للمهنيين في هذا المجال ووضع البرامج التوعوية لطرق الوقاية والرعاية. هذا المركز يعتبر الأول من نوعه إذا أنا بقول عنه في المنطقة، ويمكن حتى ينافس بعض المراكز العالمية، لأنه يعني بس فقط بمرض معين لعلاج الآن وتوفير جميع الخدمات له. خلال فترة السنتين اللي راحوا من يعني تقريبا من افتتاح هذا المركز، وصل لنا عديد من الخبراء من خارج البحرين أشادوا بالخدمات الموجودة، استفدنا بخبراتهم في تدريب الطاقم الطبي الموجود عندنا، وإحنا كذلك كسبنا ثقة الناس وصار في عندهم وعي أكبر بالاستخدام الأمثل لمثل هذه الخدمات اللي تقدم في الرعاية الصحية الثانوية. خدمات وزارة الصحة كثيرة تستطيع من خلالها تغطية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين لتحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، وذلك بتنفيذ عدد من المشاريع الهادفة التي تسهل عملية الحصول على العلاج، ما أهل الوزارة لنيل الاعتماد الكندي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة. أستاذة فائقة، ما هي أبرز المشاريع التي تضمنها برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بالخدمات الصحية الأولية والثانية؟ أهلا وسهلا فيكم أولا، وطبعا إحنا يسعدنا أن إحنا نشارك معكم
في هذه النشرة اليوم. بالنسبة لأبرز المشاريع اللي ضمنها برنامج عمل الحكومة، هناك مشاريع كثيرة ويمكن التقرير أشار إلى عدد منها واللي تم تنفيذها، ولكن هناك يمكن حب الإشارة إلى بعض المشاريع اللي إن شاء الله يتم البدء فيها. على سبيل المثال، هناك عندنا البدء بإنشاء مركز لغسيل الكلى بمنطقة الحنينية، واللي بدأ فيه من شهر يونيو من هذا العام، وهذا المركز يعمل بطاقة استيعابية لحوالي 60 سرير. أيضا هناك مركز صحي في منطقة الحنينية، وهو في طور تنفيذ الإجراءات من طرح المناقصة، ويخدم هذا المركز إن شاء الله عند اكتماله 40,000 نسمة من المنطقة. أيضا لدينا في ضمن برنامج عمل الحكومة واللي الآن نعمل فيه، هو إنشاء قسم للعلاج الطبيعي بمركز حمد كانو الصحي بالمحافظة الجنوبية، والآن إحنا في مرحلة التجهيز من الأساس وكافة المعدات، وهذا المركز راح يخدم حوالي 25,000 متردد على هذا المركز. ومن ضمن المراكز أيضا التوسعة في مركز الحورة الصحي، ويخدم حوالي أيضا 24,000 نسمة. إضافة لذلك تم هذا العام التوسعة في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي الاجتماعي للرعاية الصحية، وتم افتتاحه في يناير من هذا العام، وشمل على 3 أدوار ويستوعب حوالي 50 سرير. بالإضافة إلى كل هذه اللي هي في المشاريع الإنشائية ضمن برنامج عمل الحكومة وفي إطار جودة الخدمات، أيضا تم تدشين خدمة إصدار شهادة الميلاد إلكترونيا عبر أجهزة الخدمة الذاتية، وهذا يعتبر تقدم وتطور جديد في هذا المجال، واللي راح يبدأ في تطبيقه أو بدأ في تطبيقه من بداية هذا الشهر، شهر أغسطس. نعم. في أيضا لدينا من البرامج اللي نفتخر بها احنا كمملكة البحرين إن تفعيل نظام حجز المواعيد. هذا البرنامج عن طريق مركز الاتصال، ما يطلق عليه الكول سنتر، وبدأ من شهر يونيو من هذا العام، ويهدف أيضا إلى تطوير هذه الخدمات، وبالإضافة إلى تطبيق نظام الآي صحة في مختلف الخدمات الرعاية الصحية والأولية. نعم سعادة الأستاذة، يعني كل هذا الحديث عن خدمات الرعاية العلاجية، ماذا عن خدمات الرعاية الأولية بما في ذلك الوقاية؟ طبعا بالنسبة إلى الرعاية الأولية، هذا برنامج مستمر وشامل، خاصة في إطار التأكيد على التطعيمات اللي يحصل عليها خاصة الأطفال، وتوفرها في كافة المراكز الصحية، بالإضافة إلى ما يتعلق بصحة البيئة ومكافحة التدخين والتفتيش على كافة المرافق في مملكة البحرين من محلات تجارية ومطاعم إلى آخره، في إطار حماية المواطنين والتوعية والتثقيف في بالنسبة إلى حمايتهم ووقايتهم من أي أمراض أو أي عدوى، يعني الواحد إن شاء الله لا يتمنى أن تحصل، بس التوعية جدا هذه مهمة ويقوم بها هذه المراكز. سعادة الأستاذة، يعني كثر الحديث مؤخرا عن مشروع أو برنامج التأمين الصحي بما يوفر يمكن أن يوفر خدمات صحية أفضل للمرضى ويرفع نسبة الرضا، وبالتالي أيضا من ناحية وزارة الصحة تسهل عملية تقديم الخدمات. إلى أين وصلتم في هذا المشروع؟ نعم طبعا هذا مشروع الضمان الصحي، نحن نعمل يدا بيد مع المجلس الأعلى للصحة، فهذا المشروع يعتبر يعني من المشروعات المهمة والرائدة. هناك طبعا مرحلتين من مراحل هذا المشروع. المرحلة الأولى طبعا هي دراسة قطاع الصحة، النظام الصحي عندنا في البحرين، وهذا تم في من العام الماضي، وتم إعداد دراسة طبعا شاملة بوقعة اتفاقية مع البنك الدولي على وضع الخيارات المتاحة لتطبيق هذا النظام، وعلى أساس ليكون على أفضل التجارب الدولية، وأيضا هناك وضعت خطة تنفيذية وتم تشكيل فرق عمل وورش عمل. هذه كان في المرحلة الأولية. أما المرحلة الثانية هي الموضوع الأهم، هو موضوع وضع مسودة قانون الضمان الصحي، وتم
إعداد هذا المشروع لمسودة القانون، ومع التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأيضا هناك حملة إعلامية بدأت هذا العام سواء كان مع أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأيضا الإعلاميين لتعريفهم بمتضمنات هذا القانون والعمل الذي تقوم به، وإن شاء الله من خلال هذا العام يتم عرضه على السلطة التنفيذية والتشريعية حتى نستطيع مع العام القادم البدء في سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزير الصحة، شكرا جزيلا لك.